الله بنظر لإلك لوين ما كنت ولو مين ما كنت وبأي وقت كان، بقول إنك ثمين غالي قلبه، حتى لو كنت رافضه أو بعيد عنه رح يضل يحبك. بس قديش رح تكون بركة كبيرة لو قبلته بحياتك ومشيت معه الطريق إيد بإيد. عن أي سلام بدي أحكي لكم؟ مش السلام الباطي العالم اللي بيروح لما تكتر المشاكل أو تصير الظروف صعبة، لا لا مش هذا السلام. أنا قصدي السلام اللي بيضل بقلبك لو شو ما صار. في آية بتقولنا السلام أترك لكم، السلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. إذا ضربت إشي بحياتي لما أشوف الظروف صارت صعبة وإني على وشك أفقد سلامي، بتذكر هاي الآية وبلحظة بس برجع السلام بملأ قلبي.